لأن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساءكم سعيد، مساء الخير، مساء النور، مساء البركة، ومساء طبعة الحال اشتياقي للوطن. نتواجد هنا بإسبانيا طبعة الحال، وبالضبط هنا بملقا، والأجواء أجواء رائعة، غروب الشمس في هذا الاتجاه هذا، كما أننا نتواجد طبعة الحال في هذه المنطقة الساحلية ديال كوستا دي سول. كان اعتذر لكم انا بزاف ما درنا لايفات، لكن مره بقى نطلع لكم. فتحيه للجميع، نتواجد هنا باسبانيا دائما في هذا الشاطئ طبعا الحال الهائج، لكن بالرغم من ذلك الانجليز والاسبان عازمون على ركوب الامواج. كما كتشوفوا تقريبا شي 10 الناس داخلين وسط البحر في هذا الاتجاه هذا، ما خايفين لم وجل من شي حاجه طبعا الحال. الرياضه يعني دابوا على السباحة طيلة أيام الأسبوع في هذا الاتجاه، والأمواج كتوصل حتى 3 متر 2 متر في بعض الأحيان هنا في هذه المنطقة هذه. اليوم في إسبانيا أو البارع عفوا، خلاهم أنهم يبقوا حلين حتى الـ 11 ديال الليل. إذا من بعد ما كانت 6 ديال العشية يسدوا جميع المقاهي والرستورات، حان الوقت للفتح بطبيعة الحال في هذه العطلة هذه. فأجواء رائعة هنا في هذه المنطقة ديال كوستا. تحية لكل متتبعي صفحة الريفينو أينما كنتم داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. إذن الريستورات والمطاعم عادت من جديد لفتح أبوابها أمام الجميع في هذه المناظر الجميلة والرائعة، ونحن قبالة مدينة الحسيمة في هذا الاتجاه هذا. كما كتشوفوا سفينة سفن النقل الدولي كتدوز من هذا المعبر، هذا المعبر ديال جبل طارق والمملكة المغربية، من هذا الاتجاه كتبان قليل فكتبان محال ما تبان لكم هذا اللايف هذا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن هكذا تبدو الأجواء في هذه المنطقة ديال كوستا دي سول نواحي مالاغا الإسبانية. كيف داير الأجواء في الناظور حسب الاتصالات اللي كنتصلوا بالإخوان والأصدقاء والعائلة؟ تيقول لك أنه كاين الشتاء، الشتاء في الناظور تبارك الله. فحتى أنا البارح كانت واحد الشتاء، مول البارح كانت الشتاء، واليوم صبات شوية، ومن بعد صيفطنا لكم الشتاء للناظور. صيفطنا لكم الشتاء الحمد لله، فاستنفعوا بها الفلاحة، استنفعوا بها مجموعة من الناس، وشفنا فيضانات في مجموعة من الأحياء للأسف الشديد. نتمنى من المسؤولين التدخل. إذن هكذا هي الأجواء هنا بنواحي مالاغا وبالضبط كوستا. كوستا دي سول، هذه المنطقة الجميلة والرائعة. من بعد ما كانوا سادين هاد لي ريستو هاد لي كافي كاملين كانوا سادين، دابا حلو فهاد السيمانه سانتا. الله شويه على الاثمنه نشوفهم شحال راهم دايرين. قاضيني مراد اخويا ايوب يصور في مزيج، شنو صور فعرفت الدارجه انت يصور في مزيج باش ننوع شويه. عرفينو قوا داي سبوي مزيج نوا داي سي مزيغان داي شويه ديال يودان الداخليه داي يودان وفهم انت في مزيج تفهم من زيد تحاول تنوع شويه وجيبو غير في مزيج توا تفهم. صورت مزيج صور الدارجه صور كلشي باش الناس كلشي يفهموك. انا نهضروا الريفيه، نهضروا بالدارجه، نهضروا باللغه العربيه باش هكذا يكون تنويع شويه في الصفحه.
إذن متتبعي الريفينو، كنا معكم في هذا البث المباشر، صورنا لكم هذه الأجواء اللي كتعيشها لنا واحد مالاكا هنايا، وبالضبط فوين خيرولا، في هذه المنطقة نتاع فوين خيرولا اللي مقابلة مع الجبهة ومع الحسيمة في هذا الاتجاه هذا. أجواء رائعة وأجواء جميلة طبعا الحال، حتى الحفاظ اللي عادي تقدر يدخلوا الناس من بعد ما كان كان هناك بطبعة الحال يدخلوا مع العشرة الليل، فدابا حالي طلع 11 لما لي ريستورون غادي يبقاو حتى العشرة الليل. نشكركم بزاف على طبعا الحال الاهتمام ديالكم والتتبع ديالكم. بعد قليل تلتقوا مع مراد، تلتقوا مع مراد هربال في بث مباشر اخر بالريفيه، باش تكون لخاطرك اخويا ايوب، تحيه ليك، شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.